فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شاب يقول به مس وقد تعالج بالرقية الشرعية عدة يقول شاب به مس وقد تعالج بالرقية الشرعية عدة مرات ولم يشعر بتحسن، فذهب إلى رجل يقول يسمى عندنا بالعراف فأعطاه وصفة من أعشاب وعسل ولم يتكلم بشيء، يقول شعرت بتحسن بعد ذلك، هل يجوز لي أن أستمر معه؟ لا تذهب إلا من تعرف عقيدته وسلامة العقيدة، وأما من لا تعرف سلامة عقيدته فلا تذهب إليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.